طبعا هذا هو شعار إدارة الوداد الرياضي تحت قيادة سعيد الناصري، العمل ثم العمل في صمت والقيام بالتعاقدات، ودائما يقولها الوداد دائما وأبدا سيلعب من أجل الألقاب ولا يأبى بالمشوشين ولا يأبى بالحياحة بين قوسين، وما أكثرهم الحياحة. الحياحة دار مؤخرا، كل ما تقدم الوداد إلى الأمام وكل ما حصد الوداد البطولات وكل ما انتصر فريق الوداد يظهر الحياحة بين قوسين، المشوشين نعم بين قوسين، وآخر آخر ما قيل وآخر ما راش بخصوص اللاعب النيجيري بابا توندي. بابا توندي قانونيا ودادي، بابا توندي مع الوداد، بابا توندي أمور قانونية، والتأكيد هناك من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هكذا هي الشائعات، محاولة ضرب الوداد في الصميم، محاولة الإساءة لفريق الوداد الرياضي، محاولة عرقلة مسيرة فريق الوداد. ولكن أقول لهؤلاء الوداد كبير والوداد لن تنطال عليه مثل هذه الحيال، والوداد الرياضي صامد دائما، عنده جمهور يدافع عنه، عنده قاعدة جماهيرية كبيرة تدافع عنه. ياما دقت على الراس طبول، ياما دقت على الراس طبول، والوداد متعود على مثل هذه الشائعات، ولكن لن يأبها بما يقال ولن يأبها بما ينشر ويكتب ويقال عن بابا توندي وعن البقية. نفس الأسطوانة تتكرر، يعني لازلت أتذكر شيكاتارا في وقت من الأوقات، الوداد كان في المنافسة الإفريقية، الوداد كان ماضي نحو اللقب الإفريقي، فظهر البعض واضح بأن هناك من لا يحب الخيال الوداد. مع الأسف عندما ينشر هذا الكلام ويكتب هذا الكلام ويقال هذا الكلام معناه أن البعض لا يحب الخيال للوداد. غير معقول، أي مغربي يتمنى الخير للوداد؟ كلنا نتمنى الخير للوداد، كلنا نريد الوداد مرة أخرى متوج باللقب الإفريقي كما هو الحال بالنسبة للأندية الأخرى. غير معقول في كل مرة نفس الأسطوانة، كل مرة الوداد ينتصر تظهر قصة جديدة.